ايه؟ ايه؟ علشان ضحكت وياهلي؟ عم يضحكوا على امك. على امي؟ وحكت عنزي على باب المسلح انت وياها. لح مو عيب عليكم؟ لح مو عيب عليكم عم تضحكوا على امي؟ يو مين عم يضحك على امك؟ بنتك وكنت. يو اسمعوا على السمع من حصه طلعوا بتكون هي العقرب الصغير. مارك عمي شفتهم بعيني ما حدا قال لي. وليه انت وياها كنتوا عم تضحكوا على مرت عمي؟ يو نحن كنا عم نضحك على عليا مو على امه. مو هيك سلمى؟ مو عم يضحكوا يعني مع عليا. صبايا عم يمزحوا مع بعضهم. هلا قلي صهري شو صار معها؟ ما خلوها تجي معها؟ امشي يا مو امشي بيت ابوكي او لا فيكي. مرت عمي لا تخربي بيت بنتك بايدك. حاجة بقى صهري حاجة. نحن عطيناك حرمة مو خدامة لامك واخواتك. قال لا تخربي بيتها. ليش إلها بيت هي يا حسرة ليقري. امشي يا مو امشي. وفيقة شو بدك بوفيقة؟ ما دخلها وفيقة بس ترجع المحروسة اختك نبقى منرجع لك ياها. وبيجوز ما نرجعها كل ساعة ولا ملايكتها. يعني ولا البنت؟ ايه سيدي ولا البنت. ايه شو عليه؟ وفيها انت طالع. شو؟ لا عبدو لا عبدو الله يخليك. لا طلقت يا منصور. الله لا يوفق. طلق مشان الله. طولي بالك يا عمي. طولي بالك تقبريني بالك. ليش يا عمي جوزها بيك ابن بيك؟ ليه انا عبدي يا عمي؟ عبدي انا عبدي. طولي بالك تقبريني. تعي تقبريني تعي. يلي بقع بالعسل يلي بدا قس الالهي عبدي عبدي. لك شايفين الله شو عم يعمل فيكم من نجاتكم. لك الله كبير. هاتي الولد وليك هاتي لي على عينك. يا مو فينا نضحك عليها؟ اضحكوا. شو هالحكي؟ طلقها؟ ايه طلقها منظور. هذا ابن اخوك اللي نحن حاطينه على الرف لك اكل فول ورجع للقصور. انت مبسوطة على لا؟ ضليتي تحوسي تحوسي لحتى طلقها. كان شو دخلني؟ هو اللي طلقها. هو اللي طلقها؟ ليش لحتى طلقها ليش؟ هيك تبلي. تبلي ولا من على عينك؟ ابو صفوان انا ماني ناقصتها. لك انت هلا ما رح تجوقي وتصيري مثل بقية الناس. ما رح تجوقي. بقية الناس يعني مين؟ اختك ام وضاح. مين جاب سيرة اختي بدي افهم. ابو صفوان اختك ام وضاح هي سبب طلاق بنتك. ليش اختي شو دخلها؟ على بنا عبده راح لعنده يجيب اخته ويجي. ايه ورجع عم بفور فوران ودغري فات وطلعها. بايني اشكره بايني ابصر شو وزت له براسه. شو؟ بس الله كبير الله كبير. شوف شو عم بيساوي فيهم من عمايله. وحدة ترملت وانفلجت والتانية راح ابنها وما رجع والتالتة مات ابنها وفقدت جوزها. لك الله كبير يا ويلو اللي ما بيخاف منه يا ويلو. صبحية بكفي بقى بكفي. شلونك عمي؟ الحمد لله عمي الحمد لله. عود عمي عود. ما قلت لي انت ليش مطلقة لوفيقة؟ عمي الله يلعن الشيطان. لا اله الا الله. ما بيجوز لك عمي ما بيجوز. ابغض الحلال عند الله الطلاق. كعمي شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي انا واقع بين نارين؟ ويلي اختي وعمتي ام وضاح من ناح، ويلي مرتي ومرت عمي ام صفوان من ناح تاني، علي الحلال ضحت ما عاد عرفت حالي وين؟ يعني ما طلقت كرام فيها. اعوذ بالله عمي اعوذ بالله. انا بحبها لوفيقة ومتعلق فيها مثل ما بيتعلق الببو بامه. خير ان شاء الله عمي خير. هلا بنبعت ورا الشيخ نزير يرجع لك حرمتك على سنه الله ورسوله ان شاء الله. انت شو عم تحكي؟ عبده ماله عنا حرمه.
شو نسي حاله انه طلعها ورماها؟ شو هالحكي مرت عمي؟ شو هالحكي؟ انا بحبها لو فيها وما بستغني عنها بنو. لا استغني تقبرني استغني، انت مالك عنا حرمة اسمها وفيقة، هلا اللي عرفت قيمتها روح لعندها. صبحية مدام طلعها ورماها، شو جاي يساوي عنا؟ مرت عمي انا ما جيت لعندكم من راسي، لو ما بعت لي عمي ابو صفوان ما بيجي. عن اذنكم. بعود ابو محجوب بعود. بدي روح اتركني. خلص هلا انت اترك لي هالموضوع كم يوم. اختاركو انا تاركو الموضوع ما عم بحكي فيه، مثل ما قلت لكم لو ما بعت لي عمي ابو صفوان ما بحكي فيه بنو. خاطركم. سلام يا عمي. الله معك ابو محجوب. هلا انت بعت له انه يجي؟ ايه. يعني ما اجى من حاله؟ لا. وانت شلون بتبعت له خبر بدون ما تقول لي؟ لانه هو ابن اخي وهي بنتي وبدي رجعهم لبعض على سنة الله ورسوله، شو فيها هي؟ عيب؟ ايه عيب، وفيقة ما رح ترجع له الا ليساوي اللي طلبناه منه. حسبي الله ونعم الوكيل، وبركي ضل مطلقها وبطل يرجعها على عصمته. لا لا تخاف، عبده بيموت على وفيقة، ما شفته كيف رح يبكي مثل الولد الصغير مشان ترجع له. السلام عليكم. عليكم السلام. خير امي فيها شيء؟ لا تقلقي على حالها. امي كيف صرت ان شاء الله احسن؟ الحمد لله ماشي حالها. شو صار معك تقبرني؟ مرت عمي ما رضيت ترجعها. يا الله يقصف عمره الهي. عمتي لا تشغل بالك، عمك ابو وضاح بده يحل لك المشكله ويرجع لك وفيها. انت بتعرف عمك لما بيدخل المشكله ما بيتركها لحتى يحلها. عمي ابو وضاح بده يرجع وفيها؟ ايه عمتي ايه، بس انت طول بالك بس شوي، طول عمره كبير ومفضل على راسنا. عمتي ان شاء الله لا تواخذوني، انا غلطت بحقكم انت وعمي ابو وضاح، بس والله مو بيدي. لا يا تقبرني، ليش نحن بنزعل منكم؟ الله بيعلم غلاوتكم من غلاوة سميحة ووضاح. الله يجيبون بخير وسلامة. آمين. آمين يا رب. بس ما منك بجاهلها. يا ابو صفوان هلا اللي فهمته انه حرمتكم ام صفوان بدها مرت وضاح ترجع على بيت اهلها مشان تخدم امه واخواتها، لانه ما هان عليها انه بنتها مرته لعبده تخدم مرت عمها واولاد عمها. حسبي الله ونعم الوكيل. هلا نحن من ناحيتنا ما في عنا مانع، يعني اذا مرت كل يوم هي وحرمتي يخدمون هالمسكينه مع عبده. يا سيدي كتر خيرك والله يجزيك الخير. يعني اما شيت انه يعني مرت وضاحت تعيش ببيت اهلها على طول وتترك بيت جوزها؟ اي لا والله هي الله ما قال. اي والله اي والله. مشان هالقصه هي حصل خلاف بين عبده وبين مرته ودخل الشيطان بيناتهم وطلقها بساعة غضب. الدين يسر يا جماعه، والطلاق الاول شغلته محلوله. المشكله يا شيخ نزير مو بفتوى الطلاق. لك عندي شو المشكله انه ابو صفوان وجماعته ما بدهم يرجعوا الحرمه لجوزها الا اذا كان رجعت مرته وضاع لبيت اهلها وتفضلوا حلوها بقى. طيب ليش لا يا بي بتفوت بتقله ينقلع من بيتنا بالمنيح احسن ما افوت انا بايديه انا واقلل من قيمته. بس لك صفوان وطي صوتك، انت نسيت انه هذا عقيد الحاره ما بدنا مش اكل. لك ايه بلا عقيد بلا ضراب الصخر، روح يعمل عقيد على اهله ويجي يعمل عقيد علينا. اشحطه لورا وارجيه قيمته لهالباطل. وهذا الثاني اللي من الخشاب بتقله يتركنا نحل مشاكلنا نحن وزورنا لحالنا. يعني وطي صوتك شو صار؟ ما بدي وطي صوتي. طول بالك عجيب طول بالك طول بالك. ابو صفوان ابن حمايه بعرفه، لك ما له كلمه بهالبيت، ما بيهون على حاله، الكلمه كلها لمرته ولا صفوان. ساح وشك بالرحمن. ايه لا تفضحينا يا ام صفوان لا تفضحينا. ابو صفوان يا ابو صفوان يلا جاي جاي. عجبكم هي سمعوكم يا سيدي دخيلك ويسمعوا. لا تواخذوني يا جماعه تاخرت عليكم، ما تتواخذ ابو صفوان، بس ابعت لي هذا ابنك اللي عم يتبطوط بين الحريم لمرة اللي حتربي لك اياها. ما في لزوم عقيد، ما في لزوم. اذا بتريد خدمة طبيب. ما في حدا، تفضل، تفضل سيدي، تفضل. يلا يلا. يلا تفضل. يلا دستور. فوتوا يا جماعة. يلا. يا ستر ايديك عشان ما سفك ما في ايدي، فوتي. تفضلوا يا جماعة، تفضلوا. يلا. صفوان. صفوان. مين قول؟ ما يا خضاي. قول يا جماعة، قول بعد وقت. شوف شو عم بيعمل. والله مرتين تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اتركيني يا مو، بدي إن شاء الله اتركيني خليني أشهد تشفيك. شو هذا؟ شو هذا الشيء؟ يا مو عم بقول لك اتركيني، أنا تجنني. ولا جنبك مرة ما عرفتك، مفكر إنه الله ما عرفتك.
كلمه. لا طب لك عم بقلك الله يلعن عقلك على هالتربايه. شلونكم؟ الحمد لله ماشي الحال. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك عمتي؟ اهلين عمتي. شو شلونك عليا؟ اهلين عمتي. شرفي عمتي شرفي. شلونكم؟ الحمد لله. انه عجبك؟ عجبك على اللي عملته حماتك امبارح؟ عمتي الله يوفقك، الله يوفقك، تركوني بحالي، اللي فيني مكفيني. اي بعت لحم ما تحم قلبها ان شاء الله. طيب ليها بقتلها الهي، اي والله والله امبارح كان جاي على بالي روح اقطعها باسناني، بس ابو وضح ما خلاني الله يسامحه. اي والله بتستاهل. لك عمتي والله جاي على بالي جوزك، تتجوز؟ بجوزك احلى صبيه بالشهر. اعوذ بالله، شو تجوز ما تجوز؟ تحرم علي النسوان من بعد وفيها. اصلا وفيها ما لها ذنب بكل شيء صار، كله من تحت راس امها. عمتي انا عندي حل لك. عم فكر اخذ امك واخواتك لعندي، وبتعيش انت ومرتك هون لحالكم، وبنخلص من هالعي بقى. شو قلت؟ شو؟ امك واخواتك يروح يعيشوا بيت خشاب؟ لك شو جنيت انت؟ والله ما بعرف ما بعرف. لك يا عبدو ما بدي حدا يجي بعدكم بالعاطل انا. من شان الله صفوان، من شان الله لا تزيد على قلبي. لك يا حبيبي ما بدنا الناس تتلسن وتحكي اشكال والوان. لك والله احترنا، احترنا يا صفوان، احترت بامري انا. عبدو لا تحتار ولا من يحزنون. ميل حالك روح خذ امك واخواتك على بيت خشاب، ورجع لهون خذ مرتك وابنك. عمي لما العالم بدها تحكي راح بتحكي عليك انت، ما راح تحكي علينا الا. انا كل حكايه بدي مصلحتك. ومعي تاخب محجوب من اليوم ورايح، لما تبعت لي حدا لهون على البيت مشان هاي القصه بقالوا عم على الباب. ها انا ما بعت حدا، هن اجوا لحاله. لانه اب محجوب خلي قصصنا بيناتنا بمعيتها، ما بدنا الناس من برا تشم ريحه. صفوانو بمعيتها نادي لي وفيها شوي. شو بدك وفيها؟ وفيها هلا اجنبيه عليك ما فيها تنكشف. لك يا اخي فهمنا اجنبيه، بنعرف اجنبيه، بدي اسالها وين حاطط لي ثيابي الجداد. يلا نايم اسألك ياها بجيب لك محجوب تشوفه. يا ما والله عبده بيحبني وبيحب ابنه، شو ذنبه لحتى تمرمري قلبه وتعذبي كل هالعذاب؟ هيك هيك مشان يعرف قيمتي ويصير رجال ويمشي كلمته على اخواته، مو هو الكبير بعد ابوه؟ يا مو ايش كان مشان خدمة مرت عمي واولاده؟ والله العظيم والله العظيم عندي استعداد اخدمهم بعيوني، بس كرمال الله رجعيني لعندك. وفيه وفيه خليني اشوف شغلي، بدي زلهم لهالعقربتين، رويدة الكبيرة ورويدة الصغيرة، بدي اكسر شوكتهم. لسه ماشيين هيك ورافعين لي زنافتهم مو معبي عينهم حدا. صفوان انا اللي زكيت خليني اعيدها، والله ايدي امبارح عم توجعني من لما نايمتك عليها. فوت يا مو فوت، ما في حدا. يلا شو بك يا مو؟ شو صاير؟ ما في شيء يا مو، ما في شيء. يو شلون ما في شيء؟ ليك وشك شلون مقلوب؟ علقان مع حدا؟ ايه يا مو. مع مين علقان؟ أكيد مع هذا الواطي شاعر العياش، مو هيك؟ لا يا مو لا، علقت مع جماعة من برات الحارة وشاهر حميلي وقف معي. إيه في الخير والله. وليش علقتو؟ عم تبكي يا مو؟ يبعت لي حمى، الله يكسر إيديهم، الله ينتقم منهم. أنا ما عم ببكي مشان الخناقة يا مو. يوه تقبرني، ليش عم تبكي لكان؟ وضح مات يا مو مات. شو؟ مات؟ يا حمالك يا وضح. ماتوا شبه موت. الله يبشرك على هالخبرية. مين اللي خبرك يا مو؟ لا يا مو. لا تنسي إنه وضح ابن عمتي يا مو. ابن عمتي. يا مسكتيهم لهدول اللي برا، ها احسن ما اطلع بلبس لهم عيونهم.
انت شو دخلك يا مو؟ انت ما دخلك، مات الله يرحمه. انا السبب يا مو، انا السبب. لا يا مو، لا مو انت السبب، مو انت السبب بنوب. بعدين نسيت شو عمل هو وابوه؟ خلوا الاخر عسكر ياخذوك وانت وحيدي. هن ما دخلوا يا مو، ما دخلوا. لا دخلوا، الله كبير. شوف ابنهم وين صار وباي بلاد مات، لانهم ظالمين. وانت تقبرني، شوف قضيت كل عسكريتك بالشام والله ردني اياك سالم لانك مظلوم. قوم تقبرني، قوم ونادي لابوه وللشيخ نزير لعبده، خلينا نرجع له وفيقه. هلا يا مو؟ يا مو هلا، بدنا نرجعها قبل ما حدا يضرب الخبر. هي نقول رضينا صهرك وبيفكرنا انه رجعنا له اياها كرم اخلاق منا. بس يخلص عزا وضاح، اللي بدنا اياه بيصير لحاله. بتعرفي يا مو، والله عم تحكي بدوزة. وهيك رويدة بترجع لبيت اهلها لانه ما بيعد لها حجه تضل عنده. شفت شلون امي؟ شفت شلون امك بتفكر عن عشر زلم؟ قومي يا مو، قومي ضبي اغراضك. على عيني يا مو. ما بيصير يا ابني، ما بيصير. ان اباض الحلال عند الله الطلاق. الله يلعن الشيطان شيخي، الله يلعن الشيطان. الله يلعن الشيطان. هي حرمتك رجعت لعصمتك على سنة الله ورسوله، لا تعيدها مرة تانية. أعوذ بالله، شو هالحكي؟ شو هالحكي شيخي؟ سامي عمي سامي، بعدين بتحرم عليك منوب. ماشي الحال، لو وافقتوا على رجعتها لما اجى المختار كباريات الحارة ما كان أحسن؟ إيه والله يا شيخنا كان أحسن. الله يخزي الشيطان. على كل إن أنا بشوف صهري أبو الضاح بستسمح منه. إيه يا أبي، وأنا كمان شفت العقيد أفهد واستسمحت منه. على كل حال الله يصلح الامور يا رب. امين امين. هلا بتروحي لعند مرت عمي، بوسي ايدها وتطلبي رضاها. على عيني يا عم. السلام عليكم، انتوا هون؟ السلام عليكم. والله ما حدا بيقوم، والله لا تضلوا قاعدين. شلونك مرت عمي؟ تقبريني عمتي، شلونك؟ الحمد لله. شلونك تقبريني؟ ان شاء الله عم تتحسني. شلونك مرت عمي؟ ان شاء الله احسن. وانت يا غالية شلونك؟ كيفك عمتي؟ الحمد لله، نشكر الله. مشان الله تسامحيني، والله انا اخطيت بحقك كثير، بس انت قلبك كبير وحنوني، تقبريني تسامحيني. الله يسامحك. شلونك رويدا؟ شلونك رويدا؟ الحمد لله. والله انا ما هان علي بنوب اللي صار، إيه والله ما هان علي، بس قلت لحالي يعني المصارين ببطن البني آدم بتتخانق. وجبنا الشيخ نزير رجع وفيقه لعبده على سنة الله ورسوله. ما قصرتوا. إن شاء الله دريتوا شي عن وضاه. لا والله. يا كل العساكر رجعوا لأهاليهم. الغايب عذره معه. الله لا يوفق هالعصمة الله إلهي. قال عاد ميشي 100 شب من شبابنا لأنه خانوا العصمة الله. الله لا يرده، الخاين خليه يعدمه. خسارة يا جدي والله خسارة، ويا حيف ضيعتوا هالحارة وضيعتوا هالسيف.